عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه. وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيه إلى 475 جنيه، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025. تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكمان تم استعراض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع، وأكد الرئيس ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتي. أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق واللي بتتيح المزيد من التيسيرات الخاصة بتسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية للسلع والمنتجات والمواد الخام المستوردة من الخارج. تفاصيل وأخبار أخرى في سياق هذا التقرير.
أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين وبما يدعم المصالح المشتركة بينهم في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية. أيضاً تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تشهد المنطقة من تصعيد، واستعرض الرئيس الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع، مشيراً لجهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع ومؤكداً ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق. جاء الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الشحن المسبق، وده بالنظر لدور هذه المنظومة في إتاحة المزيد من التيسيرات والعمل على تسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية للسلع والمنتجات والمواد الخام المستوردة من الخارج، وصولاً لاختصار زمن الإفراج عن تلك السلع والبضائع، وبما يسهم في سرعة توفيرها تلبية لاحتياجات المواطنين والمصنعين والمنتجين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واللي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً نظراً لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم. امبارح ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة افتراضية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المنتدى 33 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء اللي بيعقد افتراضياً برئاسة جوليوس مادو بايو رئيس جمهورية سيراليون رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من رؤساء الدول الإفريقية. وأكد مدبولي في كلمته أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها استمراراً لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية، مشيراً إلى أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي المنوفية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية وفر تمويل لتسع مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة 1,304,000 جنيه، وأما في أسيوط تم تخصيص 360 مليون جنيه لمشروعات الرصف في المراكز والقرى. كمان في محافظة الأقصر تم إطلاق 35 رحلة بالون طائر على متنها 700 سائح. أما في الإسكندرية فتم افتتاح أول مركز متكامل للعلاج التأهيلي لذوي الهمم. تفاصيل أخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أكدت المحافظة أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك وفر 17 فرصة عمل خلال شهر يناير الماضي، وده من خلال تنفيذ 9 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 1,304,000 جنيه، وبيخدم المشروع جميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة تنفيذاً لرؤية مصر 2030. فأسيوط أعلنت المحافظة عن خطة الرصف والتطوير الجارية طبقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة المخصص لها مبلغ 360 مليون جنيه، بجانب متابعة تنفيذ المشروعات التنموية اللي بيجري تنفيذها، خاصة مشروعات رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية اللي بتوليها الدولة أهمية كبرى.
في الشرقية أكدت مديرية الصحة أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت معلة التابعة لمركز مدينة بلبيس. اشتملت القافلة على 15 عيادة بها 13 تخصص طبي، وقامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 3015 مريض من أهالي القرية مع صرف العلاج اللازم ليهم بالمجان. في الأقصر تم إطلاق 35 رحلة بالون طائر على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة. وصل السائحين لمطار إقلاع البالون بالبر الغربي الساعة 5 صباحاً، وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وموافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع. في مطروح بدأت أعمال توسعة مدخل مدينة مرسى مطروح امتداداً من الكيلو 8 بالطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية إلى داخل المدينة، استكمالاً لأعمال التطوير وتوسعة الطريق لتيسير حركة السيارات. في الإسكندرية افتتحت المحافظة أول مركز متكامل للتدخل المبكر والعلاج التأهيلي لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل التابع لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، لتقديم خدمات متكاملة صحية ونفسية وتأهيلية لذوي الهمم بتعاون المجتمع المدني مع مديرية الشؤون الصحية. في شمال سيناء أهدت وزارة التضامن الاجتماعي المحافظة 5 سيارات فونتاس مياه لتوزيع المياه مجاناً على المواطنين في تجمعات وقرى المحافظة، وهيتم توزيعها لنقل المياه للتجمعات والقرى فضلاً عن إنشاء محطة لتحلية المياه في القرى.